عارف ان حضرتك ضابط بوليس. عرفت من طريقه كلامه ليا اخر مره. طب وحضرتك بقى ناويه تعملي ايه؟ فاطين انت لسه عندك امل ان مشو يتغير ويبقى بني ادم كويس؟ طبعا ده حضرتك اللي اديتيني امل يا حضره الضابط. ارجوكي ارجوكي اصبري كمان شويه مع مشو. فاطين انت رحت الحبس والنيابه بدل مشو؟ مين ده؟ انا لا ولا اعرف حجز ولا نيابه ولا عم عفانة اصلا. يعني مش مشو اللي سرق فيلا حسين المرشدي ليلتها؟ مشو لا طبعا مش هو. امال ليه حضرت وكيل النيابه وهو بيوصف مشو كانه بيوصفك بالظبط؟ ما هو اصل حضرتك مشو يشبهني يعني تيبيكال من واحنا صغيرين كده شبه. يعني انا مش قصدي الشبه، انا قصدي الكلام الطريقه الثقافه. ما انا بقول لحضرتك ان اخويا مشو عايز يبقى كويس علشان كده هو بيحاول يقلدني. صدقيني حضرتك. وبعدين هو مش سيادتك وعدتيني ان انت هتقفي جنبي وجنب اخويا مشو لحد ما نغيره؟ وانا لسه عنده عادي يا فاطين. يعني هتحاولي معايا مره تانية؟ هحاول. متشكر جدا. طيب انا مضطر بقى امشي دلوقتي. طب والشاي اللي طلبناه؟ معلش علشان الحق السبوع بقى. مع السلامة. أنا آسف. السلام عليكم. بس حضرتك يعني ما تقوليش لمشو إن هو يعني قلت لك السلام عليكم. معلش بقى مرة تانية مش هيدا. ايوه تعالي وراي. حلو قوي يا اولاد، حلو قوي يا اولاد. العبوا براحتكم. يلا يا ست يلا خلينا جاهزين. ها سميرة هانم احنا جهزنا خلاص. وانا كمان جهزت. بسم الله ما شاء الله. ممكن نبدا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده انا كده هحسد بابا عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بروفة سبوع اخويا الصغير. نبدا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الاولى بسم الله والثانيه بسم الله والثالثه بسم الله والثالثه بسم الله والرابعة بسم الله والخامسة بسم الله والستة لا حول ولا قوة والسبعة رقوة محمد بن عبد الله. ايه القمر ده؟ اسمع كلام امك. اسمع كلام امك. اسمها مامتك مش امك. امك دي بلدي خالص. صح بلدي ده انا ما حفظتهاش كده خالص. اسمها مامتك سميرة. اسمع كلام مامتك سميرة. اسمع كلام مامتك سميرة. واسمع كلام اخوك فاطين. يسمع كلام فاطين ليه؟ هي كلام مامته بس سميرة. ايه دخل فاطين في الموضوع؟ انا عارف ايه اللي دخله. انا مش محفظة ده كله. إيه؟ لا اسمع كلام مامتك بس. ها اسمع كلام مامتك بس. يا فنان بابا يقولوا الهون في الميكروفون خلوه يسمع اصوات. بسم الله ما شاء الله. يا حبيب ابوك يا حبيب ابوك يا حبيب ابوك. حلاقتك بالجنة شفت اخوك زي الاحمر ازاي يا فطير؟ اخويا ايه يا بابا؟ الحمد لله انا ما طلعش شبهك. طلع زي القمر. شبه مشو يعني شبهي بالظبط. سيد ايوه زي القمر. قصدي شبه مامته سميره. شبه ايه يا بابا؟ وايه هو اخوك ايه؟ ده بلاستيك يا بابا. دي بروفه. بروفه ايه؟ بروفه سبوع يا بابا. بس زي القمر يا والنبي. طب اسلم عليه يا حبيبي. ايه القمر ده؟ بص عينيه زرقاء زي عينيك يا بابا. بالظبط.
ابتدى يلمع صح؟ سبوع قبل الولادة؟ أنا أول مرة أسمعها دي. وأصرت يا عمي إني أوزع كل السبوع بنفسي على كل الولاد الصغيرين، وكلكم واللي عمله بابا ده بقى كوم تاني خالص. عمل إيه؟ مسك العروس الملفوفة اللي هو أخويا البلاستيك ده وقعد يهشكه ويغنيله ويفرحان ومزقطط وهيعيط، وأصر إن مرات بابا ترضعه وما استريحوش غير لما حضرت له الرضعة. أنت عارف أنا نفسي في إيه يا فاطين؟ اطلع اخد الولد الصغير ده في حضني وهشكه وهنله واعرفه يعني ايه حنان العم، بس خايف يعملها عليا. يا عمي وقعت قلبي. عمي انت بتهزر. اعمل ايه؟ ما انا عايز اخرجك من اللي انت فيه. قولي عملت ايه مع لميه في المدرسه؟ اه يا عمي لسه منشفه دماغها على الاخر ومش راضيه تخلينا صالحها. طب اسمع، انا خلصت شغل اغير هدومي ونخرج سوا. على فين يا عمي؟ في الطريق هبقول لك. ايه الغلب ده يا ربي؟ عنابي بيه وسكر الرفاعي اللي انا لسه معرفكم مكانهم قبل ما نيجي على هنا. مالهم يا ميشو؟ هتراقبوهم ليل نهار، هتعملوا انتوا الاتنين ورديه مع بعض، واحد ينام والتاني يصحى. المهم تعملوا لي تقرير مفصل عن كل حاجه هما بيعملوها، حتى لو الحاجه دي كانت تافهه. مفهوم؟ خلاص يا ميشو، انا مش هنركز غير في الحاجة التافهة. خلاص يا ميشو ما تزعلش، انا هبقى فاهمه، انا هفهمه. بس انا ليه سؤال واحد، هو عنابي وسكر دول اساميهم الحقيقية ولا دي اسماء مستعارة هم مستخفين وراها؟ مستخفين وراها وانت اللي هتفهمه؟ انا مش عايز غباء منكم انتوا الاتنين. كفى. طب اتحركوا انتوا بقى ونفذوا كل اللي انا قلت عليه. يلا. ازيك يا ميشو؟ كويس يا حضرة الضابط. لو جاية تقبض عليا أنا جاهز. لا أنا مش جاية عشان أقبض عليك، أنا جاية عشان أتكلم معاك. في إيه؟ ما كل الكلام خلاص خلص. لا يا ميشو الكلام ما خلصش، أنا عايزة أقولك إن أنا عايزة مصلحتك وعايزة أطمنك. انا لو كنت من الاول قلت لك ان انا ضابط شرطه ما كنتش هتوافق. هوافق على ايه؟ توافق انك تتغير وتبقى انسان كويس. والتغيير بقى موضه اليومين دول ولا ايه؟ وبعدين انت هتكسبي ايه يعني لما تغير؟ المجتمع هيكسب انسان جديد. مجتمع؟ المجتمع بقى ده عمل لك توكيل عشان تتكلمي باسمه، وهو برضه اللي خلاك تكذبي. اذا كنت انك كدبت فانت كمان كدب. انت حلت اسمه شخصيه انسان تاني وهمتني انك مدرس، مش كده وبس، لا خليت كمان ابوك يكذب. تقدر تقولي انت كذبت ليه؟ فؤاد باشا هو اللي بعتك عشان تعملي الفيلم ده؟ فؤاد ابن عمي بيعمل اللي عليه وبس، بيعمل شغله، ولو ما كنتش انا مقتنع باللي بعمله ما كنتش هعمله. واخوك فطين اللي كل هدفه في الحياه انك تتغير وتبقى انسان كويس زي ما هو شايف. اخويا فطين؟ انت تعرفي فطين؟ سبب اساسي من اللي خلاني اساعدك واقف جنبك هو اخوك فطين. أنا عمري ما شفت إنسان بيحب أخوه أكتر ما بيحب نفسه زي فطين. فطين؟ يعني فطين كان يعرف كل الليلة دي من أولها؟ حتى فطين كان بيضحك عليا. خلاص بقى يا لمياء، خلاص، عشان خاطر عمك أنس ده جالك بنفسه. ولا أنا ماليش خاطر عندك بقى. ليك يا عم أنس، بس فاطين بيكذب يا عم انس. انا والله العظيم ما كدبت، انا بس كنت منتظر الفرصه. وهتستناه لغايه امتى ان شاء الله؟ لغايه اما نعجز عشان تقول لي؟ خلاص خلاص، صالحها يا فاطين وبوس على راسها. حاضر يا عم انس. لا يا عم انس مش هيبوس على راسي. شايف يا عم انس؟ طب انا هبوس على راسي بقى. لا يا عم علي، الكابتن سمير والكابتن كريم اعتذروا النهارده عن تقديم فقره البلياتشو والحبل، بيقولوا ان هم وراهم حفله بره. اه طبعا، وبياخدوا في الحفلة اكتر ما بياخدوا هنا. والله انا خايف ليجي يوم ما نلاقيش واحد بس يقدم فقرة في السيرك ده. معلش يا عم علي، نوه يا ابني عن الفقرة، انا اللي هشتغل النهاردة. تشتغل ايه؟ انت اتجننت؟ انت مدرس تاريخ قد الدنيا، عايز تشتغل بلياتشو؟ علي انا ما اقصدش فقره البلياتشو، لا
انا اقصد بقى فقره المشي على الحبل بتاع سكريم. ايه مشي على الحبل ده لا يمكن يحصل ابدا. لا بعد اذن حضرتك بقى يا عم انس ان شاء الله هيحصل. واذا كان بقى سكريم بيمشي لي على الحبل فانا بقى هتنطط عليه. ابوس ايدك اربط لي حزام الامان كويس ها وانا هحللك بقك. انا عايز بقى ابقى طاير على الحبل مش ماشي. ما تقلقش يا استاذ فطين، المهم انت قبل كده مشيت على الحبل؟ لا مشيت على مهل. ربنا يستر بقى. بقولك ايه بتاع النور ده ها خليه بقى ينور لي الطريق. ربنا يستر عرضك ويستر طريقك. حاضر حاضر يا استاذ فطين هخليها لك ضوء. وكما قال نجيب محفوظ دائما اندم على لحظات ضعفي. ربنا يستر عليا بقى انا وما اندمش على لحظات قوتي. والان وبعد طول انتظار مع الفكر مع يا رب مع الدهشه والمشي على الحفل. يا حبيبي يكفي ان انت كسبت شرف المحاوله. شفتني يا عم انس؟ تعالى بس تعالى بس تعالى تعالى. ما انا قلت لك كلام يا اخويا. قوم بقى عرفتني. اه يا عم انس سلامتك. الحمد لله الحمد لله. انت اشجع من الفارس لانسلوت. ربنا يخليك يا رب. عم انس ليه عملت كده بس يا فاطين؟ علشان يا لمياء انا عمري ما كنت جبان او انت اشجع راجل في الدنيا يا فاطين. انا بحبك قوي يا فاطين. يعني هتلبس الدبلة؟ ايوه هلبسها. معلش معلش لمياء. يا عم علي هو مش كنت حضرتك عايزني اقدم فقره البلياتشو؟ اديني قدمت لك الفقرتين في فقره واحده. يا جماله يا جماله يا حلاوته يا جماله. بيضحك بيضحك. بصي كوتشي 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 يا خلاص يا علي. شفت مناخير؟ شفت مناخير عامله حبيب ام ناس. لا لا سيكا حبيب مامته مامته يا ريت. ووطي الصوت شويه. حبيب مامته يا ريت. ايوه كده. بصي شفتي بيضحك اهو بيضحك على جمال امها. يا جمال يا جمال يا كوتشي 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 كوتشي. احبه قوي شكله حلو. الله الله الله. الحمد لله ما شافونيش. ايه ده ميشو؟ وانت برضه هربان من مرات بابا سميره ولا ايه؟ اسكت يا ميشو. مش انا النهارده مشيت على الحبل ولمياء خطيبتي الحمد لله رجعت لي بعد ما كانت زعلانه مني من ساعه لما انا قلت لها انك ان ايه ما تكمل ان حرامي مش كده. انا اسف يا ميشو مش قصدي والله. انت مش سايب حد بقى لما قلت له ان اخوك حرامي ده طبعا غير الضابط ساره اللي انت موالس معاها. علشان ايه؟ عشان تغير ميشو الحرامي على اساس انه صايع وفاتحك في كل حته مش كده ميشو؟ انت فاهم غلط صح يا فاطين. انا كنت فاهم غلط بس دلوقتي فهمتك صح. سيبك بقى من الاخلاق والموسل
والحاجات اللي انت حافظها وبترددها زي البغبغان. واسمعني انا، الحركات اللي انت بتعملها انك خايف عليا وعايز تغيرني، خلاص ما بقيتش اكل منها. انا عايزك تفهم حاجه يا فاطين، ان انت مش احسن مني، ان انا لو كنت عايز ابقى زيك كنت هبقى قد الف زيك، بس ده طريقي وباختياري ومش هغيره. اللي عايز يتغير هو انت. بص لنفسك كويس، مش هتلاقي غير بني ادم فاشل تافه ومعندوش شخصيه، والكل بيهينه من اول العيال الصغيره في المدرسه لحد خطيبتك وابوك ومراته كمان. هي كلمه فاطين، ابعد عن ميشو احسن لك، لانك الوش التاني، وش الحرامي اللي انت مفكر نفسك احسن منه، لان لو ظهر ساعتها مش هراعي اي حاجه وهنسى انك اخويا وتوامي. هلاقيك هنا من ساعة ما دخلت المدرسة الصبح وانت مش في حالتك، والفصحى اهي ولسه زي ما انت. ايه نسيت كلامك؟ الحياة مليئة بالأحجار فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلم تصعد به إلى النجاح. مش هو اللي مزعلك كده صح؟ صح. ليش ليه يا فاطين؟ مش احنا متفقين ان احنا نساعد بعض؟ والحجر اللي يشيله واحد لما يشيله اتنين بيهون. انت عارف يا دودي، مش انا امبارح وانا في السيرك مشيت على الحبل، ولمياء بقى ايه خطيبتي كانت فرحانه بيا قوي قوي. مشيت على الحبل يا فاطين؟ مشيت على الحبل، اعمل ايه بقى؟ ايوه كده اضحك، لحسن مثل لمياء كانت بتدور عليك واحنا ما ينفعش تشوفك كده يعني، ده احنا ما صدقنا. ايه ده؟ طب قول لي يا دودي، انا شكلي كده حلو؟ شكلك حلو قوي، المهم بقى انا عايزك تستغل اللي انت عملته امبارح في السلك. صح. ايه ده؟ انت هنا وانا عماله ادور عليك؟ ما اصل انا كنت دودي بيشرح لي حاجه انا مش فاهمها، قصدي كنت انا في حاجه انا فاهمها فكنت بشرحها لدودي لما هو كان بيفهمها لي. طب قوم معايا يلا، انا محضر لك مفاجاه. ايه ده لمياء، هو انت ما عندكيش النهارده حصص بعد الفسحه؟ لا ولا انت كمان. يلا بس بقى، يلا بس بقى. دودي الظاهر ان حركه الحبل امبارح جابت نتيجه حلوه قوي. لمياء يا لمياء، اخوك ميشو عامل ايه؟ عامل ايه في ايه يعني؟ مش انت قلت لي انه هيبطل وهيتغير وانك بتحاول معاه يعني؟ ما الحمد لله ما بقى كويس ويعني هيتغير وكده. انت عارفه يا لمياء، امبارح حتى كده وانا قاعد في الاوضه فلقيته دخل عليا وقعد يشكرني ووعدني ان هو هيبقى كويس. كويس قوي. لمياء يا حبيبتي، انت مش كنت بتقولي لي محضره لي مفاجاه؟ ايه هي بقى المفاجاه دي؟ مش احنا كنا عمالين نعمل جمعيات علشان نحوش تمن الشقه اللي هنتجوز فيها؟ ايوه لمياء، انا لقيت الشقه. لقيت الشقه؟ ايوه كده فرحيني. هي فين دي؟ الشقه القديمه اللي قدام عمك انس، ناخدها ونوضبها ونتجوز فيها. الشقه القديمه؟ ما الشقه القديمه يا لمياء من ساعه ما ماما الله يرحمها ماتت وهي
بابا منع اي حد يدخلها. مش من حقه، وبعدين الشقه دي من حقك انت واخوك ميشو، وما اعتقدش ان ميشو ممكن يمنع ان احنا نتجوز فيها. بس يا ميشو، هو ده كل اللي حصل. يعني عنابي بيه سافر على تركيا، واللي اسمه سكر ده دراعه اليمين قابل واحد واداله شنطه مليانه فلوس، وما استقصيت عنه بعد ما راقبته عرفت انه شغال في المينا. ها يسلك لهم بضاعه داخله بضاعه خارجه. بس ما تزعلش مني، حاولت اعرف ايه نوع البضاعه دي ما عرفتش. تمام قوي. امال الستيشن فين؟ لا الستيشن سايبه هناك بيراقب. اه بيراقب مين بقى؟ لا مفيش بيراقب الراجل ده. طب ميشو انا هطير انا. سلام. ايه يا ميشو مش هتقول لي بيراقب مين؟ على فكره يا ميشو انا بحب شغلي قوي، ما تعودتش استسلم بسهوله. بعد اذنك. مش عايز تعرف انا جيت ليه؟ ما يهمنيش. بالله حسين المرشدي والسيدي اللي اتسرق. ها يا ميشو مش هتتكلم برضو؟ انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. لا تعرف، بس اللي عايزك تعرفه اني عمري ما كنت ضدك، ولما شهدت معاك في النيابه ده لاني كنت متاكده انك بريء، ولما عرفت بالصدفه عن موضوع حسين المرشدي والسيدي اللي اتسرق وان انت اللي سرقته، مع ان فاطين انكر انه بات مكانك في النيابه، جيت برضو عشان ابقى جنبك. طلباتك انك تبقى انسان سوي وتنسى ميشو. مش هينفع. مفيش حاجه ما تنفعش، انت اللي مش عايز تحاول. لان ما ينفعش اكون غير ميشو. اوكي يا ميشو، بس ما تنساش، وزي ما قلت لك بحب شغلي قوي